بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثاني من تنصيب توزيعات بنسل لاب. بعد ما انتهينا من التنصيب مباشرة حيظهر لك هذا السكريب. هذا السكريب حيقوم بتنصيب وتفعيل بعض الأدوات على التوزيع. نشوف مع بعض عشان تواصل أو السكريب يعمل. تكتب الكلمتين هذه to continue في هذا انتر. الان نضغط على انتر اول حاجة عشان المواصلة. بعدين نكتب الباسورد الخاص بنا. ثواني بس. عفوا نعيد الباسورد. اوكي الان فقط تنسخ هذه او تكتبها لانه هذا اللي مطلوب عشان يواصل. تكتب الجملة هذه تكتبها هنا I understand. اوكي طيب نضغط على انتر. الان حيعمل ابديت. نضغط يس واي خلاص عشان نواصل. اوكي عشان نعمل الابديت. ابديت يس انتر. الان حيبدا بتحديث التوزيع. حاب تعمل ابجريد للتوزيع يس نضغط على انتر ثم ايضا يس. صراحة توزيعة جميلة جدا وخفيفة وسريعة. الان حنشوف ايش المميزات اللي فيها. طبعا لاحظ بيعمل ابجريد دبيان جسي من مستودعات دبيان 8. الان بيعمل ابجريد للنظام كله التوزيع كاملة.
الابجريد اخذ معانا وقت. الان انتهينا من عمل الابجريد، نشوف ايش باقي. ايضا نضغط انتر للمواصلة. كذا انتهينا. طبعا رجعنا للمرحلة الاولى هي الابديت، فنحن انتهينا من عمل الابديت، فنضغط على نو. خلاص كذا انتهينا من عمل اللوحة هذه، انتهت. لاحظ مشيت او اختفت. الان لاحظ هذا سطح المكتب، طبعا هذا سطح مكتب اوبن بوكس. لاحظ عندك في التاسك بار هنا عندك ساعة، وعندك هنا الخاص بالانترنت، وعندك تحكم بالصوت، وعندك الباتري، وعندك هنا التيرمينال واللي هو محرر النصوص، وعندك اللي هو مدير الملفات. طبعا هذا من الملفات اللي هو تونر 1.63، وعندك متصفح على الانترنت على التيرمينال. طبعا عشان التحكم بالتيرمينال تضغط زر الماوس الايمن ويطلع لك القوائم، وهنا الخيارات الخاصة بالتحكم بالتيرمينال. خلينا نكبر الفونت مثلا. هذا الفونت. يعني افضل من اول. ايضا عندك محرر النصوص، انا ما اعتقد هو لايف باد. نشوف. يا لا جيني. طيب الان زي ما انت ملاحظ اوبن بوكس طبعا ما في يعني زر الستار وعشان البرامج، لا تضغط على اي شيء، توقف على سطح المكتب تضغط على زر الماوس الايمن ظهر لك. عندك هنا رن بروجرام، تكتب اسم البرنامج ومباشرة يشتغل اي برنامج عندك مثلا. شو عندك الويب براوزر، عندك الفايل مانجر هذا اللي شفناه، التكس اديتر طبعا جيني، الميديا بلاير ايضا، عندك الاكسسوري، عندك ايوه فايل سيرش ارشيف مانجر، يعني ما شاء الله كله حاجه موجوده. ايضا موجود عندنا الجرافيك دحين. الان لاحظ حاجة واحدة، لاحظ عندك هذا البرنامج من الصف، وعندك هنا انستول، ممكن تنستول جيمب او بلندر. طبعا الانستول هذه سكريبات جاهزة، فقط الان شوف تضغط على انستول وينصب لك البرنامج مباشرة لانه سكريب موجود جاهز. يس.
لاحظ السكريب شغال خلاص انتهى طوالي مباشرة. عندك ايضا الملتيميديا، عندك المنظمة يعني الافتراضي اللي هو الفي ال سي ممكن تنصب ايضا، هذه عندك الفيديو اديتر او هذا، هذه كلها موجودة. اليوتيليتي هذا خاص بحرق الاسطوانات، ايضا يمديك تنصب انستول جي تي كي ريكوردينج ماي ديسك، عندك النتورك، عندك ويب براوزر اي سي فيزل، طبعا هو المنصب انستول ممكن تنصب كروميوم او جوجل كروم او اوبرا، كلها يمديك تنصبها. طبعا السكريبتات هذه بتريحك او يعني بتساعدك في التنصيب، لانها هي جاهزة مكتوبة جاهزة، فقط انت تضغط عليها ويتم تشغيلها عن طريق التيرمينال من دون ما تقوم يعني انت تكتب اي اوامر او تستعمل السكريبتات خاصة بك، فهي جاهزة. نشوف عندنا الاوفيس ايضا، الليب اوفيس طبعا اللي منصب هو الرايتر، ويمديك تنصب هذه كلها الخاصة درو والبيس كلها الليبر اوفيس. عندك يعني برامج فيها صراحة جميلة وسهلة وبسيطة التوزيع، مبسطة لكن في نفس الوقت قوية وسريعة. هنا نشوف الان بليس، طبعا هذا بينقلك على مجلد الدوكمنت والداونلود والميوزك اذا حاب، او الكونفيج عندك تتحكم بكل حاجة، والتيرمينال تروح للملف الكونفيج والتونر ايضا الكنونكي، يعني كل شيء يمديك تغير فيه. هذا ممكن الفايلات اللي هذه شغالة او اللي فتحتها هنا، او ممكن تعمل مثلا اوبن بوكس. نشوف عندنا هنا الايديت مينو، هذه المينو طبعا ممكن تحط او تضيف برامج في هذه القائمة، لكن كيف تضيف برامج في هذه القائمة؟ هنا ممكن تعدل على الملف اذا كان عندك خبرة بكتابة الاكواد، او انك تستعمل تعديل في سكريبت خاص للتعديل او اضافة
التطبيقات في القائمة وهو بواجهة رسومية. هذا هو بسيط جدا وسهل التعامل معه. دقيقة نشوف بس كيف طريقته. مثلا الآن نشوف مثلا نقول سودو مثلا نضيف محرر جيد نضغط الآن بنصب محرر جيد. ننتظر ثواني فقط. الآن انتهينا من تنصيب محرر جيدت. لاحظ الآن نشوف ثواني نشوف في القائمة طبعا ما هو موجود ولا في أي قائمة ما يعني ما تلقى. لازم تضيفه في الأوبن بوكس مثلا. نصبت برنامج بعد كذا لازم تضيفه في القائمة في أي قائمة تضيفه. نجي مثلا زي ما قلنا خلينا نعيدها. نجي نفتح أيوة أوبن بوكس بعدين الجي او اي منيو اديتر. نجي عند اوبن بوكس هنا نفتح مثلا نبي نضيف الجي اديت في هذه القائمة قائمة الاكسسوري. نجي نضغط هنا تمام يكون السهم على اسفل ثم نجي نضغط على هذا السطر بعدين نجي نضغط علينا نيو ايتم. لاحظ الان صار عندك هنا الآن نكتب في هذا المربع جي اديت. أيضا في الكوماند نكتب جي اديت ثم نجي هنا نعمل حفظ سيف ونغلق. الآن نشوف اكسسوري. لاحظ هذا الجي اديت ظهر. نضغط هذا الجي اديت. هذه طريقة إضافة البرامج للقائمة. زي ما انت شايفين يعني احنا نصبنا لاحظ الآن نتورك نصبنا جوجل كروم والدنيا هذه كلها لكن لازم تعملها إلا إذا كان يعني مثلا هذا جوجل كروم طبعا إذا كان بالإنستول فهيجي مباشرة يعني حيث حيظهر مباشرة في القائمة إذا كان عن طريق الانستول السكريب. لكن إذا أنت قمت بإضافة برنامج أو حاجة عن طريق التيرمينال فلازم تضيفه في القائمة. تختار القائمة له وتضيفه. طيب نشوف الأوبن بوكس هذا الكونكي طبعا كونكي. Printers logo graphic edit. ن
نشوف التيمات الآن، التيمات تتغير من هذه القائمة نفسها، هذه تغيير التيمات والأيقونات. نجي مثلا نشوف هذا نختار مثلا هذا التيم، بعدين أبلاي كولر الأيكون، نقول مثلا أبلاي الفونت هذا خلاص. نشوف التيم كيف شكله، لاحظ شيء جميل صراحة، توزيعة جميلة وسهلة. نشوف أيضا هذا الكونكي، إذا حاب إنك تضيف أو تغير في الكونكي من هنا أيضا. في معلومات هنا هاو تو إيديت منيو أيضا تساعدك في طريقة إضافة اختصارات البرامج للقائمة. ديفولت ايش هذا تغير طبعا بعد ما بعد إعادة التشغيل. طبعا عندك في الكونك هنا لاحظ اختصارات الشورت كات كي، عندك ال زائد اف 2 يعمل لك تشغيل اشياء، عندك ال زائد اف 3، ال زائد سبيس، عندك ال زائد اف 3 اللي هو المينيو. شوف ال اف 3 شغل المينو زائد اف 3، هذه اختصارات. يعني شفنا التوزيع مع بعض، سطح المكتب طبعا عندك سطح مكتب واحد واثنين، لاحظ بيتم تبديل بيناتهم. نقفل هذه، هذا المتصفح طبعا فايرفوكس. هذه هي توزيعات بنسن لاب، يعني توزيع رائعة وسهلة وبسيطة جدا ومناسبة للأجهزة الضعيفة أيضا. طبعا لتشغيل التوزيع هتشوف سرعة الإقلاع، لأنه الأوبن بوكس سطح مكتب سريع جدا وخفيف. هذا تغيير الخلفية الوول بيبر، نشوف هذه خلفيات موجودة عظيمة أيضا. وتوزيعها سهل، عندك الباك اب ايضا توزيعها سهل التحكم فيها، عندك الهلب هنا في يعني هتلقى اشياء كثيرة تساعدك خاص بالاوبن بوكس
لانه يعني الا ما استعمل اوبن بوكس او ما عنده خبرة في الاوبن بوكس ممكن ملفات الحلبة تساعد كثير. هذه تساعدك يعني. هذا موقع مدونة ثورة لينكس، طبعا الموقع مختص فقط بنظام التشغيل لينكس ويونكس والبي اس دي. تفضلوا ان شاء الله بزيارتنا في جميع الشروحات الخاصة بتوزيعات لينكس كلها ان شاء الله. نتمنى ان الناس كلها يعني تتجه لاستعمال نظام لينكس، وهو من افضل الانظمة يعني. نظام اول يعني اولا حر، وثاني شيء مجاني، ثالث شيء ان شاء الله امان، والتعليم فيه مستمر. كده انتهينا من شرح توزيعات بنسن لاب. كده نقول لكم في امان الله ومع السلامة.